هذا الزيتون. ايش شعورك بعد النزله هاي؟ فيديو متعب كثير 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 متعب كثير. بس انتم مبسوطين؟ مبسوطين. هذا المهم. كثير متعب. 20 درجه بس لانه شفاف كثير حلو. وثانك يو سو ماتش. لحظة، كيف شعوركم بعد ما نزلتوا هاي النزلة كلياتها؟ آخر مرة بحياتي بعملها. واو رهيب رهيب. آخر مرة بحياتي بعملها. المرشدين شو رأيكم؟ منظمين الرحلة؟ أنا حبيتهم اليوم. مثل ما كانوا احنا برنامجنا النزلة هذه. النزلة اللي نزل في الرهبان غدر فينا. كنت متوقع النزلة هاي يعني أنت؟ ونازل عشان الدوالب، ونازل عشان الدوالب. لا النزلة حلوة. احنا اللي نزلوا النزلة بتعرفوا مش عارف طعم الدوالب، اللي نزلوا في الرهبان انت شو شعورك؟ انجاز انجاز. واحد واحد، ايش شعوركم بعد النزله هاي؟ شو من الاخر؟ شعور لا يوصف يعني، ما صار لا يوصف. رياضه شيء مش طبيعي. كان معنا كان معنا واحد اسمه مرسي من فوق ولا هسه، وقلنا مترين مترين. شو شعورك دكتور؟ مستعبلين. يلا يعطيكم العافية. مجهود مجهود. يلا يعطيكم العافية.